حرب غزة علامة فارقة لا فقط في تاريخ المقاومة الفلسطينية، بل في تاريخ المقاومة، في ثقافة المقاومة والوجدان العربيين. حرب غزة هي خير دليل على أن السلاح الوحيد الذي يمتلكه العربي والذي يمكن أن يكون مجدياً وفعالاً ومتاحاً هو بالأساس المقاومة، هو الصمود، هو الثبات. وليس أدل على ذلك من الخسائر التي تكبدها العدو الصهيوني، محاصرون ولكن ما زالت في الجوف أقلام وفي القلم الثمار، محاصرون فلن نضيق ولن يمل النصر فينا الانتظار. كوثر ملاخ، ناقدة وشاعرة من تونس.